السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي ترند البرنس، يا رب تكونوا بخير. مع متابعين طبعا ملف الجزائر والكاميرون، وعارف مش هكرا الصحفي الجزائري صرح على حسابه على الفيسبوك ان النجم العالمي زين الدين زيدان قال عارف مش هكرا على صفحته بعد تدخل بعض النجوم الرياضة العالميين واللاعبين السابقين كلاعب فريق تشيلسي السابق دروغبا والأغوري وأوكاشا جوال يقدم الدعم للكاميرون في خطورة مخزية وعنصرية بحتة. تصريحات تظهر مدى الحقد على الجزائر ومساندة الكاميرون وإيتو. في مكالمة هاتفية النجم العالمي زين الدين زيدان قال لشخص مقرب وأنا حاضر أسمع الحوار، قال هذا غير معقول وأين نبقى، ما نكونش الأيدي، الأمر أصبح خطير على رياضة كرة القدم في العالم وحان الوقت لإحداث تعديلات في قانون الفيفا وإعادة النظر كليا في الكاف، وسنقول كلمتنا ونطالب بتطبيق القانون إن شاء الله يكون فيها خير. وانتظار غدا الرد من الفيفا على الملف الجزائري، ولا تنسوا الاشتراك ولايك وشير الفيديو، والسلام عليكم.